نحن في هذه الليلة، ليلة شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم الجليل الذي ظلم في حياته وبعد مماته إلى هذا اليوم. حياة الإمام سلام الله عليه، الإمام حكم بعد علي بن أبي طالب 6 أشهر، هو الخليفة، هو الخليفة بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بدأت المؤامرات والدسائس من معاوية، نعم، إلى قضية المعروفة عندكم جميعا، موضوع الصلح الصار وكيف صار الصلح. طيب الإمام ظلم، الإمام ما كان يريد الصلح، ولكن الوضع الذي كان يعيشه الإمام الحسن أجبر على أن يقبل الصلح. مع ذلك كل من يدرس دراسة عميقة لقضية الصلح وبنود الصلح، أنا أطلب من الشباب أن يقرؤون بنود الصلح، إذا قرأتم بنود الصلح راح تشوفون أن الإمام الحسن هو كان منتصر ومعاوية. ليش؟ لأن بعد ما وقع الإمام الصلح معاوية قال كل هذا البنود تحت قدمي هذه، وأشار إلى قدمه، ما أعترف بكل هاي البنود التي اتفقنا عليها. طيب إذا معاوية خاض المؤمنين، وإذا معاوية هو كاتب الوحي، طيب وين؟ وين الوفاء؟ وين الإخلاص؟ في ولا الصدق في التعامل؟ هذا كله لا يذكره، ولكن الباري عز وجل لأن كان معاوية مقدس بالشام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح معاوية ويبين حقيقة معاوية لأهل الشام أمام الناس، وكان سري، متفقية سرية، اتفاقية أمام الناس جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى فضح معاوية بها رسوله. طيب الإمام تدري شو كان مشكلته؟ ما كان صعب الإمام؟ الإمام كان يعاني من جبهتين، الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية. واضح، جبهة الخارج بن أمية، معاوية وأتباع معاوية، هاي جبهة خارجية. الجبهة الداخلية أصحابه عندما قبل بالصلح، بعض أصحاب الإمام دخلوا على الإمام وقالوا السلام عليك يا مذل المؤمنين. جاء صعب على الإمام من أعز أصحابه يخاطبنا بهذا الخطاب، ليش قبلت الصلح؟ الإمام كان يفكر بالمصلحة العامة أولا، أنت ليش جاي تناقش الموضوع؟ هذا مو إمام، هذا مو إمامك، أي إنسان كان خلص قضية لازم تخضع لها أنت، مثل موضوع الشعار الحسينية، كل واحد طلع لسانه هالطولة جاي يتكلم بالشعار الحسيني، أنت منو؟ أنت منو تتكلم بالشعار الحسيني؟ هاي قضية مربوطة بالسماء مو مربوطة بالأرض. أشو الدكتور من يتكلم ما حد يعارضه، لا طلع شتى دول ما حد يتكلم وياه، المهندس من يخطط الكل يخضعون إليه، الفيزيائي وأصحاب الذرة وعالم الذرة من يتكلم الكل يخضعون، ليش؟ التخصص. طيب أنت شو ضربتك بالواجبات والمحرمات وبالاستحباب والمكروه والجواز؟ الأحكام الشرعية لها أهلها، أنت من ترفع لسانك على الفقهاء وتفتي برأيك؟ أنت من تقول جائز أو مو جائز؟ هذا مو شغلك، هذا شغل الفقهاء. مراجع التقليد، اقرأ تاريخ مراجع من 100 سنة، أكثر من 100 سنة لحد اليوم، كل مراجعنا مع الشعائر الحسينية، ما أقول مع الشعيرة الحسينية، دقق وياي، ما أقول مع الشعيرة، مع الشعائر، يعني جمع شعيرة، يعني كل الشعائر. يجي يبيع براسي نظريات حضارية، يقول هذا ما كان في عهد الأئمة أو إلا قبل من كذا سنة ما كان، زين الطيارة كان موجود قبل كم سنة؟ والسيارة كانت؟ أصلا هذا كان، هذا كله كان، هذا 95% من قواعدنا اليوم نعيشها ما كان في عهد الأئمة. زين إذا ما كان، يعني بعدين كان أو ما كان، تشورتك بالموضوع، أنت شورتك بالموضوع. ما دام مراجع التقليد هم يؤيدون الشعائر، أنت اخضع، أنت تقلد من؟ روح ولا مرجعك. إذا كان غالبية المراجع، يعني 95% من المراجع يجوزون كل الشعائر، بين قائل بجائز بين قائل بمستحب، يعني راجح،
تدخل في قضايا أهل البيت عليكم، من أنت؟ بعد عمي راح ديروا بالكم على شبابكم اللي يحرفون، شباب يضيعون. شوف وين الشباب؟ 90% من شبابنا وين رايحين؟ أنا خاطب الشباب في كل العالم، مو خاص في أوروبا، لأن أنا في أوروبا لا أتكلم. لا، الشباب في كل العالم 90% وين شبابنا؟ وهذا العراق قريب علينا، وين شبابنا؟ بدل ما نجيبهم نعلم أصول الدين، نعلم فروع الدين، يتكلمون في مواضيع لا موجودة بأصول الدين ولا فروع الدين. ليش احنا نجي نثير أمور وجماعة صلاة لا يصلي؟ أقول له هذا ما يصلي، يقول لا هذا أهم. شلون أهم؟ الصلاة عمود الدين. رحت تكلم حول الصلاة، تكلم حول الصيام، تحلم حول القضايا الأخلاقية، عاف كلهن وراح على الشعائر. مال هذا الوجع وين عنده؟ شنو اللي يخليه يتحرك في هالجانب؟ انتوا شوفوا الجماعه ما يصلون، اكو واحد تحدث عنهم؟ ابدا. الما يصومون؟ ما حد بيتحدث. الما يحج؟ ما حد. الما يخمص؟ ما حد. ما يقلد؟ ما حد يقول له شيء. بس هذا شنو؟ الحج طول السنه نريده، الصوم دائما نريده، الصلاه يوميا نريده، باقي الاعمال يوميا نريده، التقليد اصلا صلاه اعمال بدون تقليد باطل. انتظر كل التاريخ جعل بعض القضايا إلهي نفسه بها، لله أنفسه في مثل هذه الأمور. يجي هذا في قضايا أهل البيت عليهم السلام يقول أنا أبدي رأيي حول أهل البيت. أنت منو؟ الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام ديبان حكم، والله تقبل الصلح ما تقبل الصلح. أنت منو؟ تقبل الصلح. أنا ما أجي أثير أمور وأسوي فتن بين الشباب. عمي شبابنا خلي نثقون بثقافة أهل البيت، ألعلموا فروع الدين، أصول الدين. والله بعضهم ما حافظين أصول الدين وما حافظين على فروع الدين، جاي والله يتفلسف يقول عمي أنا ما عندي عقيدة بهالشعائر. يا عقيدة؟ يقول هاي التطبير ما عندي عقيدة بها. زين أنت منو حتى ما عندك عقيدة؟ الفقهاء ماذا قالوا عن التطبير؟ ليش أنت خايف؟ شبيك؟ مش هذا العالم كله؟ ماكو دولة في العالم ما بيها تطبير. هسه خبرونا في البصرة العام كان 150 موكب. مسؤول المواكب أحد أصدقائي اتصل قال رئيس المواكب قال هالسنة 285 موكب. من 150؟ صلي على محمد وآل محمد. 150 موكب العام، هالسنة 285 موكب. لازم سجلوه حتى يبدو بسرعة، حتى يصير فوضى بالمسيرة. ليش يجي تعرف؟ أنت ما معتقد، أنت من لا تعتقد، أنت من حتى لا تعتقد؟ إذا كان مراجع الدين والفقهاء يجوزون. أقول وأكرر، إحنا تركنا أصول الدين، تركنا فروع الدين، إجينا هذه الأمور. والله أنا شخصياً مو موضوعي هذا. أنت مع الإمام الحسن أم الله عليه؟ شلون إمام الحسن مع الرجل الشامي معاند يشتم ويرضى الإمام، والإمام يجاوبه بكل أريحية وشفافية. إحنا ما بدل ما نتحد ونتعاون نتزاور، نجي على قضية نثير المشاكل والفتن بين الشباب ونخلي زعل يصير وتفريق يصير. ليش؟ ليش هاي الحالة؟ هي قضية بالسنة مرة ساعتين ثلاث ساعات تنتهي الموضوع. بعد هالملايين كلهم على بعض الدولة، هالملايين، هال مواكب العلمائية، آلاف من العلماء طلعوا هالسنة بالتطبير، يعني كثر من حارفين. هذا ابتلاء وامتحان.